اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الكرم بالضفة الغربية وحاصرت مخيم نور شمس شرقي المدينة. أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الغربي ترافقها جرافات، وذلك بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء تل كرم ومخيماتها على ارتفاع منخفض، مشيرة إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت وسط إطلاق قوات الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة، فيما سمعت أصوات الانفجارات.